أمطار الخير بواحد دديس، والحمد لله بعد شهور من الجفاف تعود الحياة إلى مجراها، ونتمنى خيرا بطبيعة الحال في وقت نحن نحتاج فيه إلى هذه الأمطار. أمطار ستنعش الفرشة المائية وستعيد الروح للوحى. الحمد لله على كل حال، نحييكم على قناة إنيشيتيف، ولا أنسى أن أشكر كل المتابعين لهذه القناة البسيطة. قناة تمازيرت بامتياز، نحن نسعى إلى ربط أواصر الصداقة بين هذا المجال والذي ننتمي إليه بجوارحنا وعواطفنا وذكريات طفولتنا. نتمنى أن نوفق جميعا ونصل الصورة. إلى كل من له علاقة بهذا المجال أو حتى من لا يعرفه، وهذا هو دور هذه القناة، قناة إنيشيتيف تي في. أعرض عليكم صور لهذا اليوم الممطر بطبيعة الحال، مرورا بدواوير أندناخ، هيفري، جماعة سوق الخميس دادس. صور رائعة كما ترون، نتمنى أن تلقى صدى طيب لدى مشاهدينا الكرام. نشكركم كل واحد، نشكركم كل واحد باسمه. تعليقاتكم ستؤخذ بعين الجدية. لأنها ترسم مسار أو عمل هذه القناة. قناة إنيشيتيف. أنت عن قرب ربما تتواجد حاليا بالديار الأوروبية أو حتى المدن المغربية، بالتالي هذه القناة تحيي أواصر الصداقة. بين الإنسان والبيئة التي نشأ منها، أصل الآن إلى دوار إفري، أي تفري. أعرض عليكم مشاهد من دادس،
أتمنى أن تروقكم. كما قلت آراؤكم تهمنا، نحن بحاجة إلى تعاليقكم وآرائكم من أجل الدفع بهذه القناة إلى الأمام. ربما حتى اقتراحاتكم من أجل البحث عن مواضيع أخرى تهم الشأن المحلي والاقتصادي والاجتماعي والتاريخي للمنطقة. كما نضع صفحة إنيسياتيف رهن إشارتكم من خلال لايفات مباشرة ننجزها بمعية أو برفقة عدد من الأصدقاء على الفيسبوك. والذين أشكرهم على تفاعلهم مع المنشورات ومشاركاتهم القيمة في المباشر. إذن هنا مسجد إفري، قصبة إفري، أحد المشاريع النموذجية الجديدة والتي ستعطي نظرة جميلة على المنطقة، وكذلك مكان للاسترخاء بالنسبة للعائلات المغربية كذلك. إذن نحن ربما كأول قناة محليا تهتم بتاريخ ذات سومقون علاوة على التقاليد والعادات وكل أنشطة ثقافية التي تقوم بها الجمعيات الثقافية والرياضية في كل مكان من هذه الجهة الكريمة. هنا نصل كالعادة إلى مقبرة من بين مقابر أقدم المقابر على درس. عدد من الأسئلة تطرح في هذا الشأن، ما سبب توسع هذه المقابر على اعتبار أن عدد السكان في كل دوار أو إغرم لا يتجاوز 4 عائلات أو أفراد. إذن هذه هي المقابر، مقبرة على مشارف أي سيدي بوكر بطبيعة الحال في اتجاه نحو الطريق الوطني رقم 10 الرابطة بين بومل وقلعة ماغونة. إذن كما قلت هذا العدد الكبير كما ترون من المدفونين لأزيد من 100 سنة على أقل تقدير يعطينا ربما نظرة
حول تلك الحقبة والتي سادتها نوع من الشكوك لتبقى الرواية الشفوية هي المصدر الوحيد. الكثير يقول أن هذا العدد من المقابر راجع إلى توافد عدد من القبائل من أي تعطل دفن الموتى هنا، وكذلك هناك من يقول أن تلك الفترة تميزت بظهور أمراض وأوبئة وربما مجاعات أدت إلى دفن إلى وفاة هذا العدد الكبير من السكان. نحن الآن على مقربة من الطريق الرئيسية، نتمنى إن شاء الله أن نوفق مستقبلا في أن نعرض عليكم المزيد من هذه الأشرطة المصورة من مناطق مختلفة من إمغون ودات، وأن نكون قد وثقنا لحظات ربما ستبقى تاريخية في أذهان الجيل المقبل. باسمي وباسم كل من يساند هذه القناة أحييكم من تنغير جماعة سوق الخميس دات المغرب. ادعمونا بالاشتراك في القناة ونشرها على نطاق واسع من أجل نشر المعرفة أولا، وثانيا من أجل تطوير هذا العمل. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.